تبقى ازاي، امتى يقفش القفشه، امتى يختار شخصيته. الاذاعي الكبير طاهر ابو زيد. اللحن المميز لجرب حظك، صح؟ جينجل بيلز، صح. أستاذ طاهر، حضرتك كنت رئيسي في يوم من الأيام في إذاعة الشرق الأوسط، فيعني بكل حب وتقدير لحضرتك. البداية مذيع. أيوة. مين كان كبير المذيعين في ذاك الوقت؟ شخصية عظيمة جدا وأستاذ ليه في نفوسنا تقدير كبير جدا، اسمه الدكتور علي الراعي، ربنا يديله الصحة. المذيع طاهر أبو زيد سنة 56 أيام العدوان الثلاثي على مصر، حضرتك عملت سبق كبير جدا ونقلت صورة حية أثناء ضرب بورسعيد الباسلة بالقنابل من هناك، فاكر اللحظة دي؟ مين ينساها يا سمير؟ لا تنسى طبعا. في الحقيقة كنت حريص جدا، كان نفسنا ان احنا نسجل جلاء الانجليز، وكان الانجليز متغاظين جدا عشان اجبروا على الجلاء عن مصر، ومش عاوزين لا الصحافة تكتب ولا صورة ولا تلفزيون ولا سينما ولا اي حاجة. واحنا من جهتنا الاذاعيين كان نفسنا ان احنا نسجل هذه اللحظة، وفعلا قمت على بورسعيد ومعايا المهندس محمد حكيم ومعايا الصديق حسن شمس وكان مندوب أخبار في هذا الوقت، ودخلنا بورسعيد. وكان قبل جلاء الإنجليز بيوم أو يومين كانت سهلة الحكاية، لأنه كان قوات الطوارئ الدولية لازالت موجودة، والبوليس المصري محتل جزء من بورسعيد، والجزء الأوسط فيه قوات الطوارئ الدولية، أما الجزء الأهم فكان حوالين ميناء بورسعيد اللي هم منعين دخول الإعلاميين فيه علشان ما يسجلوش، وإحنا محتارين ندخل إزاي الميناء. فلقينا ناس في الإسعاف، دار الإسعاف، وناس رحبوا بينا وقالوا له تفضلوا. حقيقة ببص الواحد لقيته إيه، جسمه قد جسمي ولونه لوني أحمر أيامي و يعني تقريبا الحجم واحد. فبصيت له كده وبصلي وقال لي انت بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ قلت له فعلا انا بفكر في اللي انت بتفكر فيه. اللي كان بيفكر فيه انه يديني ملابس الاسعاف واسيب ملابسي في دار الاسعاف وابقى رجل اسعاف. وكنا وزملائنا احنا التلاتة عملنا كده، وركبنا عربية الاسعاف وحطينا المايهاك جهاز صغير كنا بنسجل بيه، فحطناه على النقالة وغطناه بملاية ومشينا. طبعا لقينا واحد عسكري انجليزي وقفنا وبص كده وقال Where are you going؟ قلت له Ambulance. بس كده وقال اوكي باس. دخلنا طبعا كنا خايفين لانه ما نعرفش لو كنا اتظبطنا كان هيبقى الموقف ايه. ربنا ستر ودخلنا الميناء، وكان اعلى بيت في هذه الفتره حوالين الميناء بتاع 6 ادوار. طلعنا فوق السطوح وسجلت الكل، شفت بقى المراكب، 5 مراكب مفتوحين من ورا، وبتدخل الدبابات وبتدخل المعدات، والجنود حاطين على كتافهم الحاجات كده شايلين فيها المعدات بتاعتهم، وفي منتهى الخزي والعار بيخرجوا من مصر واحد بعد واحد. وانا قاعد اوصف مشاعري ومش قادر يعني من حماسي اقول ايه. يعني كان لحظه جميله قوي، ولحسن الحظ سجلناها ولا زالت فضلت تتذاع كل يوم 23 ديسمبر لغايه ما حصلت هزيمه 67 فبطلناها. لكن بين الحين والحين الايام دي لما بيكون في مناسبه بنذاعها يعني. وكان معاك مهندس من الهندسه الاذاعيه. ايوه محمد حكيم، وكان معايا حسن شمس الدين.
أنا عايز أنتهز الفرصة وخلينا كلنا نحيي الجنود المجهولين اللي بيبقوا وراء الميكروفون، رجال الهندسة الإذاعية جميعا اللي بينقلوا الصوت ببراعة شديدة، ولنادي يعني زكريا عامر وأنور وكل الموجودين اللي معانا هنا. وارجع تاني للأستاذ طاهر أبو زيد وأقول اختيارك لشخصياتك في جرب حظك، شخصيات الأنماط العجيبة اللي كنت بتجيبهم ازاي؟ اهو واحد منهم كان بيكلمكم دلوقتي وكلامه بيصل الى قلوب الناس، وشاعر مجيد وعظيم الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي كمثال. يعني في الحقيقة أول مرة عبد الرحمن الأبنودي يسجل حاجة في الإذاعة كان في برنامج جرب حظك، وقدمته كشاعر عظيم من شعراء العامية، واداني صور غريبة الشأن عن ليل الصعيد وعايش فيها بشكل غريب جدا، وحبيته من يوميها حب كبير. الحقيقة أحكي لكم حكاية غريبة شوية عن علاقتي بعبد الرحمن. كنت في يوم قاعد بفكر وبقول يا ترى الناس اللي بيطلعوا الصبح بدري ماسكين عربية وحاطين عليها شوية طماطم أو شوية بدنجان أو أي واحد بيسترزق يعني، ومش عارف هيجيله رزقه ولا مش هيجي، ربنا طبعا اللي بيقسم الأرزاق، لكن يا ترى بيبقى شعوره إيه، وقلق ولا مش قلق، وهيرجع لبيته ولولاده معاه حاجة ولا لا. فقلت له يا عبد الرحمن تيجي نعمل التجربة دي، وأقوم أنا وإنت وما معناش ولا مليم، يا دوبك أجرد السفر وننزل في بلد في الصعيد زي بني بازار أو غيرها أو غيرها، ونحاول ندخل قهوة نقول لهم إحنا عاوزين نشتغل أو نشتري شوية قصب بشيلن ولا حاجة، ونقعد نبيعهم واوا إلى آخره، ونجرب التجربة دي. واقتنع بها فعلا، وفكرنا إن إحنا نعملها، لكن طبعا ما قدرناش ننفذها بعد كده، كانت لحظة حماسة في ساعتها ثم هدأت بعد هذا. يعني الأستاذ طاهر أبو زيد قدمت رأي الشعب في الإذاعة وقدمت رأي الشعب في التلفزيون، لو قلت لحضرتك دلوقتي بتحب أكتر الإذاعة ولا التلفزيون؟ طبعا أنا ابن الإذاعة في المحل الأول، والإذاعة فعلا هقولك على حاجة. أنا شكرا هقولك على حاجة، أنا بحب أجهزة الإعلام كلها، بحب الصحافة جدا، وبحب الإذاعة جدا جدا جدا، وبحب التلفزيون أيضا، وحاسس ان كل هذه العناصر الاعلاميه جوايا، وانا اشتغلت في الاذاعه واشتغلت في التلفزيون في برنامج راي الشعب. وهقول لك راي غير علمي، ولكن هو فيه خلاصه مشاعري نحو الراديو والتلفزيون. الراديو الصديق لا يكلفك عناء، معاك في اوضه النوم، هو صديق انتيم، بتحلق ممكن تقابله أستاذ طاهر أبو زيد ليعيد لنا مرة أخرى اللغة العربية الجميلة من خلال الإذاعة المصرية، واللي تم استدعائه خصيصا لإحيائها مرة أخرى عن طريق الإذاعة. ويمكن إحنا بقالنا أكتر من أسبوعين أو ثلاثة، ده من خلال يوم الخميس فقط، كان لنا لقاءات مع أساتذة ومتخصصين في مجال اللغة العربية وسعدنا بيهم جدا، وكلنا من خلال برنامج مساء الخير وكل الزملاء وزميلات وأسرة البرنامج بنسعى في هذه المحاولة الجادة للعودة مرة أخرى إلى اللغة العربية الصحيحة. والبرنامج بيدعو أي إنسان أو أستاذ أو متخصص في هذا المجال إن هو يراسلنا للاستفادة بآرائه. النهاردة بيسعدنا أن يكون معنا أستاذنا الإذاعي الكبير الأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ طاهر. الشارع المصري أفسد اللغة العربية. اللهجة المصرية أخرت والعامية. أولا إذا سمحت أنا شاكر جدا للتقديم الجميل، بس أنا لم أستدع لإحياء اللغة العربية لأن دي كلمة ضخمة جدا. نعم. الإحياء يتطلب علماء ويتطلب أساتذة وجهابذة وتطلب استعداد نفساني للجمهور. نعم. أنا جئت من تلقاء نفسي للانتصار للغة العربية. أنا كمذيع فترة طويلة جدا من الزمان لما كنا بنغلط غلطة واحدة في الإلقاء وفي النحو أو في نشرة الأخبار ما ننامش الليل. طبعا الآن الأخطاء فادحة كثيرة وفادحة،
في عدد من وسائل الإعلام بينها الجرائد، رغم أن الجرائد لديهم فرصة للطباعة والمراجعة ولديهم المصححون، ولكن زي ما أنا قلت مرة في برنامج ليا، قد يبدو أن المصححين في حاجة إلى تصحيح عشان يجوا ناس جدد، وبرضو ناس من أصحاب الجرائد والمجلات اتصلوا بيها وقالوا بنجيب ناس من دار العلوم وناس ما عرفش من كلية الأدب قسم اللغة العربية وكذا، ومع ذلك بنجد النتيجة سيئة. أكثر من هذا أن الرجل على منبر المسجد عمره ما كان يخطئ في اللغة العربية، الآن بيخطئ أخطاء كثيرة. كانت جريمة الجرائم أنه يخطئ حتى في القرآن الكريم، الآن يحدث أحيانا خطأ. إذن المسألة ليست مسألة أن فرد يجي فإيه يحيوا اللغة العربية، لا، العملية محتاجة. حضرتك سألت قلت الجمهور أفسد اللغة العربية، لا مش الجمهور يتكلم العامية بالطبيعة، وإحنا لنا لغتان، اللغة الفصحى التي تستعمل في مجالها واللغة العامية. إحنا مش عاوزين كل الناس، أنا في البيت مثلا أقول أيتها الزوجة العزيزة أعطيني كوب ماء، يعني مش لغة الشارع ولغة الحياة الاجتماعية هي اللغة العامية. حتى في الإعلام وفي الإذاعة بالذات وفي التلفزيون، أنا لا أطالب بأن يكون كل ما يقول المذيع لغة عربية فصحى، أنا أطالب فقط في تقديم الفقرات، يعني أن يقدم الفقرات باللغة الفصحى. وبدأت الإذاعة بهذا واستمرنا على هذا النحو، لكن بدأ دلوقتي واحد المذيع أو المذيعة تقول لك معنا دلوقتي فلان الفلاني وهنناقشه في مش عارف موضوع ايه رأيك، ما فيش لغة عربية. ليس هذا فقط، إذا بتروح الحفلات دلوقتي المفروض انه كرامة البلد تقتضي ان اي حفلة في مصر تبدأ باللغة العربية، خلاص ما عادش الموضوع ده، هي بتبدأ بالانجليزية على طول او بالفرنسية على طول، وما فيش ترجمة في بعض الاحيان، او حتى لو كان في ترجمة هتبقى تعقب اللغة الأجنبية. أنا بقول يعني ده اللغة عاملة زي السلام الوطني، عاملة زي النشيد الوطني، عاملة زي الراية بتاعتنا، زي العلم بتاعنا، الانتماء. ينبغي أن يكون في أسمى مكان وفي أعلى مكان. وبعدين إيه الأسباب إن اللغة العربية تدهورت؟ أسباب متعددة، ما أعرفش إذا كان الوقت يتسع، لأنه لا، ما أنتوا بتقولوا قدامي سبع دقائق، لا طبعا تضعوني بين قوسين، يعني لا، يعني هو المجتمع كله مسؤول عن هذه العملية، بدءا من البيت إلى المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية إلى الجامعة إلى وسائل الإعلام كلها. وسائل الإعلام طول حياتها كانت هي القدوة، لأنها بتخاطب الملايين، وخاصة بعد التلفزيون بتخاطب عشرات الملايين، فأي كلمة بيبقى لها موقع لدى السامع أو المشاهد، وبالتالي بتتكرر. يعني إحنا في فترة من الفترات لما كان يوسف وهبي بيسافر المغرب ولا الجزائر برواياته والأخر، وأم كلثوم بأغانيها وعبد الوهاب والسينما المصرية في الفترة السابقة، من أجل هذا يعني حفرنا مجرى جيد للغة العربية وأيضا للغة العامية. ثم أنا شخصيا لست ضد اللغة العامية على إطلاقها، أنا ضد اللغة العربية العامية لما تيجي في الجرائد وتبص تلاقي الإعلانات أصبحت سيدة الموقف ولها الهيمنة معرفش إزاي، وتجد أن الإعلانات كلها باللغة العامية. وعاوز أقول لحضرتك وأقول لأصدقائي رؤساء التحرير، وأنا أعتز بهم جميعا وأعتز بصحافتنا وأشوف أنها مستواها عظيم وطنيا وإقليميا وعالميا، من حيث الإخراج، من حيث التبويب، من حيث عدد الصفحات، من حيث الألوان، من حيث كل ما يتعلق بالنهضة الصحفية. أقوم ألاقي أنه الصحافة اللي بدأت تصلح اللغة العربية أول ما ظهرت، يعني لما بتشوف أستاذ يونان رزق، رمسيس يونان رزق في مقالاته العظيمة عن الأهرام، ديوان الحياة المعاصرة، كان زمان بتيجي نلاقي حتى الصور اللي جايبها للكتابات صور تعبانة والكتابة تعبانة واللغة تعبانة. الصحف المصرية قامت بعملية ضخمة جدا لتطهير اللغة ويعني الإمساك بالعربية الفصحى، وأصبحت هي رائدة العربية الفصحى. فلما نيجي النهاردة ونلاقي اكتر من نص الاعلانات، لو معايا الاهرام دلوقتي او الاخبار او اوري لكم قد ايه الاعلانات، خد مثلا حتى
holiday on ice أجازة على الجليد. هل هناك يعني ضرر كبير أو يعني دي مشكلة كبيرة إن نحن نكتب أجازة على الجليد؟ لا، اللي بيكتبوا holiday on ice بالعربي بالحروف العربية هو ه هو ولام ي إلى آخره، وأن يكتبوها ألف واو نون. إيه ده يعني؟ يعني كيف يتأتى هذا؟ أنا بقول مش بس كده، تعالى اطلب أي يعني فندق خمس نجوم من الفنادق الكبيرة، هتلاقي الراجل يرد عليك بالإنجليزي، تقول له مثلا أنا عاوز الحجرة نمرة كذا، فيوصلك بالحجرة، فتلاقي شريط مسجل بيكلمك بلهجة إنجليزية صعبة جدا، رغم أن احنا كلنا بنعرف إنجليزي. ومع ذلك يعني اللي أنا عاوز أقوله، يجب أن لا تضيع اللغة حتى لا تضيع الثقافة، حتى لا نضيع نحن. أيوة، ليس حتى لا يضيع الدماء والقومية، لأنه اللغة هي وعاء الفكر وهي طريقة التفكير وهي ربطنا بأشقائنا. لا يوجد عدد من الدول حوالي 22 يربط بينهم ما يربط بين البلاد العربية. 22 دولة كلها تتكلم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم الذي قال سبحانه وتعالى عنه إن أنزلناه قرآنا عربيا. يعني هو تشريف للغة العربية أن ينزل بها القرآن. فالرابطة الحقيقية بيننا وبين أشقائنا في البلاد العربية، ورغبتنا في التضامن وربما في الوحدة التي نحلم بها جميعا، لن تقوم إلا على أساس أن هناك ثوابت مهمة جدا من أكثرها أهمية اللغة. أستاذ طاهر أبو زيد، حضرتك عودة حميدة يعني، وأنا سعداء جدا بأن حضرتك هتساهم في فكرة أو مشروع إحياء اللغة العربية. بندعو أي المسؤولين والشارع والصحافة أنهم يتبنوا وجهة النظر. وإن الموضوع بيحتاج محبي اللغة العربية، من يحب اللغة العربية. نعم. لأن إحنا كان لنا لقاء في من أسبوع أو من أسبوعين مع أحد أساتذة اللغة العربية، أستاذ كبير جدا، وقال إنه المشكلة إن دخول أقسام اللغة العربية بيكون بالمجاميع الضعيفة، فاللي بيدخل قسم اللغة العربية مش حابب ده. فطبعا احنا اللي بنخرجه ده من قسم اللغة العربية هو اللي بيدرس لكل المراحل وبيوصل لنا بعد كده. لا منهج تدريس اللغة العربية منهج محبب، ولا المدرس بيحب اللغة الى الحد اللي يتفانى فيها زي ما كان زمان. وبالتالي الطالب اللي يطلع عاوز ياخد درجات عشان يجي في الامتحان وخلاص، لكن مفيش يعني. انا عاوز اقول ان انا بتناول هذه الموضوعات اللي حضرتك بتقولي عليها، وعاوز اعمل عدد من الندوات وكذا في برنامجي اللي هو اسمه أسبوعيات طاهر أبو زيد. إن شاء الله انتهز الفرصة وده بيتزاع كل يوم جمعة، ويعني ابتداء من بكرة هيتزاع الساعة 12 إلا ربع ليلا، وبيتعاد يوم الثلاث الساعة 1:15 ظهرا في البرنامج العام. سعداء جدا بعودة حضرتك، حضرتك شرفتنا في استوديو. مساء الخير على الهواء، برنامج مساء الخير. أعزائنا المشاهدين، أعتقد أن الوقت الشريف وزير الإعلام مهتم جدا باللغة العربية، وأخبرني الأستاذ عمر بطيشة اللي يعني قعد يقنعني لغاية ما خدت البرنامج، قال لي أنه قبل رمضان اللي فات جامع رؤساء القنوات وكده وقال لهم اهتموا باللغة العربية. أعزائنا المشاهدين، بنتمنى أن حضراتكم تكونوا أطلع الصناعية، وذلك يعد أبرز من بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. نصر جديد للإعلام المصري وفتوحات إعلامية رائعة يعيشها اليوم الإعلاميون المصريون، وهم يرون قارات العالم أصبحت قرية إلكترونية صغيرة تحمل صوت مصر وصورة مصر إلى أعماق أفريقيا وإلى أطراف أوروبا وإلى قارتي أمريكا وإلى أنحاء آسيا وأخيرا إلى أستراليا. اليوم وفي عهد الرئيس مبارك يخرج الإعلاميون المصريون من الوادي الضيق للإعلام إلى عصر السماوات المفتوحة وإلى نادي الفضاء العالمي، والريادة لها أمارات وعلامات. في 1934
قلنا للعالم أجمع هنا القاهرة، هنا أول إذاعة عربية من مصر. في عام 1960 انطلق التلفزيون المصري كأول تلفزيون عربي. في عام 1990 انطلقت أول قناة فضائية عربية، الفضائية المصرية. في 31 من مايو عام 1995 كانت وثيقة النايل سات. في 28 من أبريل عام 1998 كانت انطلاقة أول قمر صناعي مصري نايل سات. اليوم نحتفل بخمسة وستين عاما من التوهج والإبداع، وثمانية عشر عاما من التفوق والتألق. اليوم يقف الإعلاميون المصريون إجلالا وتقديرا للقائد والزعيم، ويستقبلون السيد الرئيس على موجات الفرح وعلى موجات السرور وعلى موجات الحب وعلى موجات الاحترام وعلى شاشات القلوب وعلى شاشات العقول. فأهلا بكم يا سيادة الرئيس، أقبلت أهلا وحللت سهلا، وهو يوم عيد سعيد أن نشرف بلقاء القائد والزعيم السيد الرئيس محمد حسني مبارك. سيادة الرئيس، كل عام وسيادتك بخير. أهلا بك ومرحبا في دارنا ودارك، هذا بعد أن بايعك أبناؤك الإعلاميون جميعا، وفي مقدمتهم رائد الإعلام المصري معالي الوزير الأستاذ صفوة الشريف وزير الإعلام. في هذا العيد الذي يحتفي بصوت مصر المقروء والمسموع والمشاهد، يكفي أن نسجل لسيادتك أنك لم تقصف قلما ولم تصادر جريدة، ونشهد أن عصرك هذا عصر من عصور الديمقراطية الحقيقية التي تزهو بها بلادنا وتشرف. إن تكريمك يا سيادة الرئيس للإعلاميين يدفع خطاهم ويحثهم على التجويد والانطلاق، ويكفي أن نلقي نظرة واحدة على خريطة الإعلام المصري منذ 65 عاما ونتأمل ما وصل إليه الحال الآن. يكفي أن صوت مصر الآن مسموع ومشاهد في كل أرجاء الدنيا من خلال القمر الصناعي الأول، وسوف يلحق به إن شاء الله عن قريب القمر الصناعي الثاني. سيدي الرئيس، لا أجد من الكلمات ما يفيك حقا.